أهلا بيكم. وإحنا بنعيش لقائنا اليومي في القطعة الختامية في صلوات الأجبية، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض. وده المقطع الرابع. بيربط السماء بالأرض، وهنا معنى جميل جداً إن حياتنا على الأرض بكل ما نصنعه مرتبطة بالسماء. يعني الله الذي خلقنا وأوجدنا بيتابع حياتنا كلها لغاية ما نوجد عنه في السماء. اسمع كده الوعد الجميل ده: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. خد بالك من الآية الجميلة دي، نصها على الأرض: لا تخف أيها القطيع الصغير. ممكن الإنسان لوحده يشعر أنه قليل، صغير، ربما يجيله الشعور أنه منسي أو أنه مش معروف، أو أن حياته في الخفاء أمام الله فقط. ولكن يقول كده: لا تخف أيها القطيع الصغير. شوف النص التاني بقى في السماء: لأن أباكم قد سر، فرح بسرور أن يعطيكم الملكوت في السماء وعلى الأرض. أنا عايزك تتخيل وياي أن في موكب كبير من الأرض لغاية السماء، ممتد. والموكب ده اللي ممتد من الأرض إلى السماء يضم الذين تابوا والذين انتصروا والذين سلكوا بحسب وصية المسيح. اسمع القديس بولس بيقول لنا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الثاني، يقول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. موكب نصرة، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية. أرجوك تعيش معنى الكلمات: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح. يعني موكب النصرة ده للذين أخذوا المسيح في حياتهم، في موكب نصرته في المسيح كل حين. إنسان اللي عايش كل الوقت مع مسيحه، مسيحه ساكن في قلبه، مسيحه موجود فيه. وده اللي بيخلي كنيستنا تعيش في التقليد، ان احنا نعمد الاطفال، اطفال هم صغيرين لسه ما يعرفش، لسه عقله مش حاضر، نعمده هو عمره ايام واسابيع عشان يبتدي ياخد رفقة المسيح. ويوم ما يتعمد، اول يوم يتناول فيه، اول مرة يسمع في ختام القداس الإلهي كده، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعطى عنا خلاصا، الطفل ده خد نصيبه في الخلاص وغفران للخطايا على طول، ومستقبلا حياة أبدية لمن يتناول منه في السماء وعلى الأرض. موكب النصرة. السؤال: يا ترى أنت واقف في موكب النصرة ولا بعيد ولا تايه ولا ما تعرفش؟ استيقظ. وفي موكب النصرة ده يضم كل القديسين والأبرار والصديقين واللي عاشوا ومجدوا اسم المسيح. يمكن أسماء كثيرة جدا لا نعلمها، احنا بنعرف بعض القديسين وبعض الناس اللي عاشوا
في الحياة المقدسة، وبنذكر بعض أسمائهم وبنحتفل ببعضهم، لكن الذين مجدوا اسم المسيح وعاشوا في موكب النصرة أعداد لا تحصى. يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. طول ما الموكب ده ماشي على الأرض، وهو موكب غير منظور للأرض لكن منظور للسماء، وموكب يتجه للسماء، رايح للسماء، لكن طول ما هو ماشي على الأرض يقدم رائحة المسيح الزكية، يقدم صورة المسيح النقية، يقدم خلاص المسيح، يقدم فرح المسيح لكل أحد. أنا أحبك وأحبكم كلكم إن احنا نلتحق بموكب النصرة. موكب النصرة ده هتلاقي فيه أمنا العذراء، هتلاقي فيه القديس ماري مرقس، هتلاقي فيه القديس أنبا أنطونيوس، هتلاقي الأباء الرسل الاثنى عشر، هتلاقي الشهداء، هتلاقي اللي عاشوا في حياة البر، هتلاقوا اللي مجدوا اسم الله، كبار وصغار ورجال ونساء ومتقدمين في السن ولسه شباب. موكب النصرة، ابحث عن مكانك ووجودك في موكب النصرة. ويقول لنا كده في مزمور 23: إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي. طول ما انت ماشي في موكب النصرة ده، رحمة المسيح تملأ حياتك. إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ربنا معكم. شعبك وكنيستك.